الرحمن الرحيم، نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن شئت ربي جعلت الحزن سهلا. نبدأ على بركة الله ونستهل. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين، وانصر أهل فلسطين يا رب العالمين. أخذنا في الحلقة السابقة كلمات حروف حرف به حركة الضم، نأخذ كلمات بحركة الفتح والكسر والضم. الأستاذ نقرأ الأول، ناخد بعض الكلمات الأول نقرأها، وبعد كده كل واحد هقول له كلمة يملها لي حروف. السلام عليكم يا أستاذ. السلام ورحمة الله وبركاته. الأستاذة لطيفة، الأستاذة غزال فين يا أستاذة لطيفة؟ ما ينفعش تغيبوا حصة وتحضروا نعم حصة، ما ينفعش. نعم الأستاذة غزال فين؟ ألو، الشبكة عندك مش بتقطع تقول يا أستاذ؟ أستاذة. الأستاذة غزال فين؟ اي شبكة قطع. الأستاذة غزال نعم فين؟ أخت حضرتك فين؟ ما ادري والله عنها، ما ما ينفعش، ادري عنها، انا في بيتي وهي في بيتها، ما ينفعش، في مواعيد حصة المفروض تحضر. ما ادري والله عنها، طيب ماشي تمام. انا أخذنا في بيتي ما ادري عنها. الحرف المضموم، والحرف المضموم يعني بضم فمي ولا بنطق الحرف، فبقول ايه؟ او بو تو شو جو حو خو دو، بنفس الطريقه دي. تمام؟ طيب، والكل في الحلقه السابقه قرأ جزء من هذه الاحرف. انا هكتب كلمه وحاول اقرأها. ما اقرأش كده، ما ادخلش بالكلمه شمال، انظر للكلمه الاول، انظر لها الاول كده، بتعرف عليها الاول. لما انظر لها، انا بنظر لها ليه؟ عشان اعرف الحروف دي عليها ايه. هو ده حرف ايه؟ ده شين، عليه ايه؟ ضم. هيقرأ ازاي؟ حرف ايه؟ راء، تحتيه كسره، هيقرأ ازاي؟ حرف باء عليه فتح، هيقرأ ازاي؟ طب انا هقرأ بقى ازاي؟ حرفين مع بعض الأول، شو ري شو ري شو ري شو ري با شو ري با شو ري با شو ري با. قرأت؟ أيوة أستاذ، شو ري با. تمام، اكتب إملاء. شو ري با، شو يبقى شين على ضم. شو ما كم... لما اجي اكتب الحرف اللي بعديه ما كملش، ما كملش تاني، لا ما كملش تاني، ما اقولش ايه؟ شو ري با، لا اقول شو ري حرف حرف. طب انا هكتب، يبقى هنطق حرف حرف، شو ري شو ري با، يبقى الشين على ضم، شو ري الراء مكسوره، باء الباء مفتوحة، شو ري باء. يبقى قرأت وكتبت، قرأت وإيه؟ وكتبت. تمام يا أستاذ سيد، يا اللي دخلت، أنت مشترك معانا؟ مشترك معاك. معايا أنت فين؟ عند مين؟ دفعت إيه؟ دفعت إزاي؟ دفعت لمين؟ الشبكة عندك بتقطع. السلام عليكم. طب بركاته، الشبكة عندك بتقطع. ما تقول يا أستاذ سيد. تمام؟ شو ريبا. طب أقول كمان كلمة.
ألف عليها ضمة، أو كاف تحتها كسرة، كي أو كي أو كي أو كي، لام مفتوحة، أو كي لا، 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 مش بعد ما أقرأها مظبوطة كده حروف أو كي لا أقول إيه أكل وإيه اللي أكل، دي كلمة ودي كلمة تانية خالص. أو كي لا، طيب ناخد كمان كلمة. فو زي ما هو زي ما طب ما تقول لي انا الاستاذ سيد السوهاجي مش السيد جمال، ادخل يا استاذ سيد. هوزي ما، هوزي ما، طيب مين اللي انا لو مليته كلمه يعرف يقولها؟ ناخد احمد فراج اول واحد قدامي اهو، عايز اكتب يا استاذ احمد لو عيب با، اكتب ايه؟ لو عيب با اكتب ايه؟ اللي هتقول عليه اكتبه. ها لام عليها ضمة أستاذ، ده معناها ضمة تبقى لو، تمام برافو عليك. لو لو عي عين يعني ايه؟ عين عين على عين على كسر ما شاء الله عليك، عين تحتها كسر، لو عين، تحتها كسر، لو عي باء باء على فتح ما شاء الله ربنا يحميك، مظبوط 100% ما اللهم شاء آمين. الله، لو عين باء. طيب الاستاذ عمرو، استاذ عمرو اقفل يا استاذ احمد نعم المقابل بتاعك، الاستاذ عمرو تفضل. كوتيبا، كوتيبا اكتب ايه؟ كيف كيف كاف كاف عليها ايه؟ ضم ما شاء الله تبقى كو، ها تاء ها تاء علي صوتك الله يخليك، تاء 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 عليها ايه؟ كسر خلاص يبقى كوتي، ها وباء عليها فتح ما شاء الله عليك، كنت وفي يبقى باء تمام ما شاء الله. الأستاذة نحن غزال، التلفزيون. أستاذة غزال، لا أنا السلام باخد عليكم ورحمة الله بالترتيب، وبركاته. بطلب يا أستاذة غزال ما لو سمحتي ما تتأخريش تاني، لو سمحتي ما تتأخريش تاني خالص، حسيتك إن لازم شاء الله تتأخري فيها، أرجوكي إن عشان شاء الله توصلي للمستوى اللي كان نفسك فيه، ما زي ما إن كان شاء الله. أي والله أي والله نفسي فيه يبقى تلتزمي معايا الله يخليك، ماشي؟ إن شاء الله. الأستاذة غزال هكتب كلمة عبيدة، عبيدة تعرفي تقولها لي حروف؟ حرف العاء العين عليها إيه؟ على ضمة، ما شاء الله، ها حرف الباء ها عليها إيه؟ على كسرة، ما شاء الله حرف الدال عليه فتحة. ما شاء الله عبيدة، حتى انتم ما شاء الله في مخارج الحروف بتاعتكم في النطق بتاعكم ممتازين جدا، انت واخت حضرتك فما ينفعش تغيبوا الله يخليكم عشان اللي جاي هيبقى ايه محتاج التزام. إن شاء الله يا رب. ما شاء الله كتب لعب، طيب ناخد الباقي كده. استاذ محمد وجيه، ها استاذ محمد وجيه مش موجود معايا، طيب اختي ام عرض، ها اختي ام عرض مش موجوده معايا،
أستاذة سهير أستاذ أمين. أنا لطيفة، أستاذ أستاذة أنا لطيفة. لطيفة. أستاذة هلا لطيفة. أستاذ، هلا والله. طب ركزي معلش يا أستاذة لطيفة، أنا أم عوض الأول. يا أختي أم عوض، عايزك أكتب كلمة هلا كده، والله. عايزك أكتب كلمة فهيمة. أكتب إيه؟ فهمة أيوه ضمة صح، أيوه فهيمة. أكتب إيه بقى؟ حرف حرف فاء، الفاء. حرف ما الفاء شاء الله عليه. ايه الفاء؟ الضمة. ما شاء الله. ها ها، تاء لا مش صح، التاء، انا قلت فوهيما. فوهيما الهاء الهاء على ايه؟ الضمة، لا ما ينفعش، مش على ضمه. عرفت بقى ان الكسرة انت الكسرة الكسر لازم تاثر عليك كسره فوهي. الكسرة صح. ها لسه كده واحد. الميم ها الميم على فهمنا ايه؟ الفتحة. فتحه بقت فوهي. ما ركزي يا ام عوض وما تجيبيش ولا حصه لو سمحت. يعطيك تمام العافية. أستاذة أهلا لطيفة. أستاذ بسيوني. أستاذة لطيفة والله كله هيقول أستاذة نعم لطيفة. سو جي نعم دا. سو جي دا. نعم نعم سو جي دا. سو حرف السين، سو عليه ضمة سين عليه ضمة، ما شاء الله. ها جي عليه كسرة، نعم جي عليه كسرة أستاذ. الجي على تحتها كسر. سو جي ده فتحة. فتحة ما شاء الله. سو جي ده أيوة ما شاء الله ما شاء الله. محمد وجيه. أستاذ يا محمد فندم، معاك ها تمام معايا. روكي عين. روكي عين. ها رو حرف ها الري الرن راء على ايه؟ ها على ضمة. ما شاء الله. ها ها رفع رفيعة. ماشي رفيعة. ها عين ايه عين عين ايه الكلمة اسمها ايه؟ رفع رفيعة. رو بعد الراء ايه؟ نطقت ايه؟ رفع عين عين ليه؟ قلت رو قلت رو في عين اهو رو فيه في عين حرف رو في الفاء. بعد حرف الراء الفاء حرف الفاء. فيه راكب الفاء على ايه؟ ضمة ايه؟ ضمة ضم غلط. ها ركز وفي حرف الكسرة ركز يا عم الحاج. اه كسر. ها رفيع عين. حرف العين العين على ايه؟ فتح فتحة رفيعة. تمام اللي بعده الأستاذة يا دنيا. أستاذة دنيا يا أستاذ، شوري حا. ها قولها تاني معلش. شوري حا. جوري حا ماشي جوري حا. ماشي ها جيم جيم. ها على ايه؟ ضمة برافو ما شاء الله. ها جو. ها جوري ر الله على ايه؟ كسرة ما شاء الله. ها جوري حا على ايه؟ فتحة ما شاء الله تمام جوري حا. مين اللي بعدنا؟ ها الأستاذة سهير أمين. قالت لي ولا ما قالتش؟ أستاذة سهير. طيب الأستاذة شروق. أستاذة تمام استاذ. شروق. أستاذة ايوه شروق معاك. قولي لي كلمة ركيعات. را راء على إيه؟ على ضمة. ضمة ما شاء الله. ها قولي الكلمة كده تاني يا استاذ. روكي عاد روكي قف
قاف ليه؟ انا قلت رو كون كون ولا قلت كي رو كي؟ كيف 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 يا أستاذ؟ اه كي كاف رو كي. كي رو كي عين يا أستاذ، على ايه العين؟ على ضمة غلط. فتحة يا أستاذ، فتحة. ركزي ركزي، روكي عين عليها فتح. تمام. قال الاستاذ محمد كرم ابو ملك ولا ابو مالك؟ ماشي يا استاذ معلم. شوكي راه. شوكرا. ايوه شين شين على ايه يا استاذ محمد؟ ضم ضم ان شاء الله. شو را غلط، شو لازم احدد لهم الاول. شو كي شو كيرا كا كا كاف يا أستاذ، كيف كاف عليها ايه؟ عليها كسرة، راه تمام، بعدها شو راه كي عليها فتح. والراء عليها فتحة ما شاء الله. شو كيرا ما شاء الله. شكرا. أنا ما قلتش يا محمد أستاذ. مرعي، استاذ محمد مرعي. أيوه سومي عاه. زو زاد ما قلت الزو، والله ما قلت زو، قلت ايه؟ سومي عاه. زميعة سومي عاه. زو سه اه ايه في محمد يا كرم المايك بتاعك. سين على ايه؟ على ضمة يا أستاذ، على ايه؟ السين على ضمة تمام، يبقى سو. ها الكلمة. لا انت ركز معايا، ما تبقاش أستاذ صب يقطع، والحصه شغاله صب خلاص. يقطع والله، صب يقطع. انا قلت ايه؟ الكلمه اسمها ايه؟ شو نسيت طبعا ما سمعت؟ الكلمه، لا نسيت والله الكلمه. ما سمعتك يا استاذ، بالصوت بيقطع والله. سومي عاه، سومي عاه. ميم ها؟ مين على ايه؟ على كسرة، تمام. عين ها؟ على ايه؟ فتحة. ما شاء الله. ما سمعتش الكلمة، بس استاذ الصوت تمام. بيقطع. كلمة بس أخيرة استاذ مني بتقولي ليك، كلمة أخيرة مني ليكم. أنتوا استاذ كنتوا بتقولي ثلاث إخواتي. انا ما قراتش. الصغير فيكم ابني. وأنا بعتبر نفسي أخوكم الكبير أو أبو الصغير فيكم، تمام؟ يبقى أخوك الكبير لما يحب ينصحك ما تزعلش منه. أبوك لما يحب يا استاذ يوجهك ما بسين، تزعلش منه. فأنت ما تقولش بقى الأستاذ بيتنرفز عليا، ده أنا بدفع فلوس. لا حبيب قلبي، لا يا استاذ انت على راسي يا استاذ. أنا صوتي بيعلى عليك، صوتي بيعلى عليك، أي عليكي من دافع إن أنت بالنسبة لي ابني أو بنتي أو أختي. أكتر من على كده راسي مفيش. استاذ، فمن على حقي راسي أنا والله. كأخ، غير النت فن. من حقي أنا كأخ أو كأب أتعامل معاك بالطريقة اللي توصلك للي نفسك أنت فيه، اللي أنا هعرف أوصله لك بفضل الله. فمحدش على يزعل راسي من يا إيه؟ استاذ. من إيه؟ أه الأستاذ بيتنرفز علينا، الأستاذ عادي جدا ممكن. أه أنت مش عارف، أروح جاي مكمل لك. يلا. انت حتى يا مستر لو طلعت يا استاذ وضربتنا انت بسيوني، على راسنا الله برضه. يخليك يا استاذ. على راسي يا استاذ. النت بيقطع عندي، ما سامحش الكلام بالله عليك. ما ايه استاذ يعني، ما بسيوني، يزعلش مني. حاضر حاضر. ايوه مين بقى اللي بيتكلم بقى ده؟ انا محمد يا مرعي. استاذ ما قراتش. لا مش محمد محمد مرعي ولا دنيا. ها مين تاني؟ خالد، خالد الرزق. خالد رزق. قول يا عم خالد، قول يا عم خالد. اخي ذا، ماشي سيدي، اخي ذا. عارف الواو على ضمة؟ لا ما قلتش واو، قلت اخي ذا، اخي ذا. حرف الألف على مضموم يا أستاذ. ايوه ما شاء الله. ها وحرف الخاء مكسور. ايوه اخي زين وحرف الزاي مفتوح. تمام، اخي ذا ما شاء الله. الاستاذ محمد اللي انت اسمع حضرتك، اسم خالد رزق يا استاذ استاذ بسيوني. خالد، اقرا لي يا استاذ خالد، النت بيقطع بس عندي، مش شايف. اقرا لي دي. روكي عا
تمام الأستاذة دنيا، اقرأي لي دي يا أستاذة دنيا، نعم يا أستاذ. اقرأي لي دي. أخذ أخذ يا أستاذة دنيا شوف أنا إيه اللي فهمت. جم ها طيب أستاذ أحمد جريح يا أستاذ، جريح. أستاذ أحمد فراج، ها أنهي كلمة يا أستاذ؟ هاي إيدي أهي، إيدي أهي مش شايفينها ولا إيه؟ رفيعة. تمام، أستاذة غزال. لا بلاش أستاذة غزال، قالت الكلمات، أستاذة غزال. أيوة السلام عليكم. عليك السلام خالدي. فهمة فهمة الأستاذة لطيفة. كتيبة كتب الأستاذ عمرو. عبيد الأخت أم عرب. أم عرب. نعم أستاذ. وهي يا أستاذة دي؟ دقيقة أستاذ، أنا مش شوف. طيب براحتك خالص. سجد سجد سوجي ده ما شاء الله، أستاذ سهير أمين. أستاذة سهير مش عارفة تفتح المايك. أستاذة شروق رضا. لعبة يا أستاذ. لو اقرأي كويس يا أبلة. لعبة لوعة. لوعة هي العين مفتوحة. لعبة تبقى اسمها ايه؟ لعبة ها على بعضها؟ لعبة لعبة. تمام أستاذ محمد كرم. تومي عام. ها أستاذ محمد وشيم. ها تمام يا فندم معاه. أخذ. تمام، حد ما قراش تاني في المجموعة دي؟ لا يستاهل. تمام. ابعت لنا بقى يا أستاذ. ابعتها لك ليه؟ اكتبي بس استني ما تكتبيش دلوقتي. حفظنا شوكيرا، ركز. شوكيرا كلمة من 3 أحرف؟ اه. طب انا ممكن اقرا كلمة من 4 أحرف؟ والله تقرا كلمة من 15 حرف. ازاي؟ معلش معذرة، كلنا بناكل البطيخ والحاجات دي، ما اعرفش في كل بلد اسمها ايه. على فكرة البطيخ بالمغرب اسمه دلاح. ما اعرفش في السعودية اسمه ايه بقى، اما في مصر اسمه بطيخ. ولا مصر. تمام؟ كلنا بناكل البطيخ ده مثلا، او بناكل اي حاجه ضخمه كده. بناكلها كلنا؟ لا ابدا. طب لو بطيخه صغيره كده هاكلها كده؟ لا هقسمها. طب لو بطيخه كبيره هقسمها. يبقى القصه كلها بقى مش كبيره وصغيره، لان دي هتتقسم ودي هتتقسم. صح؟ يبقى الموضوع ايه بقى؟ لازم اقسم الكلمه. لازم تقسم الكلمة، فتقرأ الكلمة بالراحة، ما تاخدهاش كلها مرة واحدة كده. طب ما أنا عندي كلمة من 3 أحرف، ممكن أقرأ من كلمة من 4 أحرف يا أستاذ؟ طب ما أنا قلت لك أهو، البطيخة الصغيرة بنقسمها وبرضه الكبيرة بنقسمها، ودي ولا بتعصى علينا ولا دي بتعصى علينا. ما بقولش ده بطيخة كبيرة مش عارف أقسم، لا أنا هقطعها وأقسم. نفس الكلام، كلمة كبيرة زي كلمة صغيرة. اقفل المايك بتاعك يا أستاذ محمد يا مرعي. تمام؟ طيب عندي الكلمة هنا من 3 أحرف، ما أنا ممكن أحط لها كمان حرف. آه نحط لها مثلا حرف إيه؟ ركز، الفاء. الفاء يا أستاذ مش معنى الفاء، زي ما بقول لك كده الفاء أهي. فبقت الكلمة فيها 4 أحرف. لا ده طويلة يا أستاذ، مش طويلة كاملة، اتفقنا. بطيخة صغيرة زي البطيخة الكبيرة، زي ما تتقسم ونتقسم. طب الأربعة دول هعمل فيهم إيه؟ هعتبر انهم مش 4، هم حرفين وحرفين. فا شو فا شو فا شو كي را كي را فا شو كي را فا شو كي را فا شو كي را فا شو كي را. اكتب معايا، اكتب معايا، زود حرف الفاء. يلا ها زود حرف الفاء في كل كلمة، اكتب الكلمات وزود حرف الفاء. يلا
شاء الله هتوصل مستوى كويس باذن الله. سوري يا رب. اكتب بخط ايدك ما تصورش، اكتب بخط ايدك ما تصورش. فاضي يفتح معايا البرنامج. انت طلعتني من الحصة دي. انا أستاذ بسيوني، نعم. أنا بتدرب في الكتاب زي ما قلت لك، بتدرب على الكلمات دي أصلا، خدتها قبل ما تديها لي. أستاذ خالد لا ليك معايا هنا، أما أقول لك ادخل في مكان ما تدخل، خليك معايا هنا واحدة واحدة عشان توصل اللي أنت عايزه، وبعد حصتك ما تنتهي يا أستاذ خالد ما تغيبش على طول، تتواصل معايا تبعت لي رسائل، لأن أنا عندي شغل تاني غير خالص وناس تانية كتير غيرك، فما ينفعش إن أنت كل شوية ماشي رسائل في وقت متأخر من الليل، ما ينفعش أصلا. تمام، متفقين؟ ماشي يا استاذ بسيم، شكرا، ربنا يبارك لك. خليك معايا بس للاخر، وبفضل الله هتوصل للي نفسك فيه. لا، بفضل الله هوصلك لاكتر من اللي نفسك فيه. شكرا يا استاذ بسيم. طيب، حد لسه ما خلصش كتابه؟ اللي ما خلصش كتابه يفتح المايك، ولا لسه ما خلصتش؟ انا لسه ما خلصتش. طب يلا يا استاذ اشرف بسرعه عشان نقوله، ده احنا هنزل ونقراه. أنا قروم يا أستاذ صح؟ نعم، قول يا استاذ تاني. عيد الله يخليك. أنا قروم صح؟ ايوه هنقراهم. ايوه لا أنا خلصت كده. تمام، يبقى انا هم هعمل عندي الكلمه استاذ لو كتبت. الكلمه 4 حروف، هقراها ازاي؟ ماشي، فشاكرة فشاكرة، هي ايه اللي فشاكرة؟ هي كلها مقطوعة، ركز، انظر للكلمة واقرا، هي 4 حروف، اقرا حرفين اتنين مع بعض الاول، فا شو فا وعيد مرة واثنين وثلاثة، فا شو فا شو فا شو كي فا شو كي فا شو كي را فا شو كي را فا شو كي را فا شو كي را، يبقى لسه بنطقها حروف، فا شو كي را بنطقها حروف. طب انا عايز اجمعها، اقرا بقى بسرعه، فا شو كي را فا شو كي را. وصلت لدرجه انك تقراها زي المعلم؟ ايوه تقرا زي المعلم طبعا. ايوه، ما هو المعلم كان طالب زيك برضه جدا. ايوه،
يبقى انت كده تمام. فشكرا، اقفل عليها. انا شفتها بعينيا اهو، اسمها املاء منظور. اقفل عليها كده معلش كده. فشوكيرا، فشوكيرا 4 أحرف. فشوكيرا، فشوكيرا، الفاء شي، الفاء والشين. فاشو كي كاف را، واروح جاي كاتبهم املاء واشوف الاملاء بتاعي. ما تصلحش خطأ، ارسل لي الكتابة بتاعتك دي بخطأها لما تعملها املاء، ارسلها بس بشرط ما تكتبش املاء سعادتك. معلش انا اسف في اللفظ الحريم، النساء ما يكتبش، ما تكتبيش بقى سعادتك املاء وانت قاعده بقى ماسكه الولد، وانت بتطبخي، وانت بتتفرجي على التلفزيون، وانت عماله تزقزق. ما ينفعش الرجاله، ما ينفعش بقى يتعلم في التليفون كده وعمال بيسمع اخوه او اخته او اي فيلم ولا حاجه وعمال. ما ينفعش، لازم تتفرغ للحصه. اقرا كلمة من 4 حروف، اقرأ حرفين اثنين الاول وكررهم مرة واثنين وثلاثة، وبعد كده اخد الثالث معاهم. فاشو، فاشو، فاشوكي، فاشوكي را، فاشوكي را، فاشوكي را، ما اقولش فاشوكي را، فاشوكي را، فاشوكي را، فاشوكي را، كل حرفين اثنين اقراهم بسرعة. فاشوكي را، فاشوكي را، فاشوكي را. طب دي فاسو، 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 فسمعا، معا، معا، فسمعا، فسمعا، فاو، 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 فاخي، فاخي، فاخذ، فاخذ، واطلع بايدي وانزل مع الفتحه والكسر والضم عشان اعود نفسي. ما اقولش ايه فاخذ، لا فاخذ، لان الكسره تحت احط صوتات عشان اعود نفسي اقرا الحرف لما الاقي ايدي تكت هقراه مكسور. ها فلو، فلو عيب، فلو عيب، فلو عيب. خد بالك كلكم هتقراهم لي على الواتس وتبعتهم لي على الواتس. فاكو، فاكو، فاكوتي، فاكوتي با، فاكوتي ب، فاكوتي ب. انا بقرا متاخر اهو، وتقرا لي قراءه صريحه، ما تقوليش فا رو، لا انا مش جاي بجيبك هنا استهجى لسه. تقرا لي الكلمه كده اهو، فاكوتي ب، فاعو، فاعو. طبعا مش عارف اقرا كده يا استاذ، اقراها مره واثنين وثلاثه الاول براحتك، ولما تحس انت بتعرف تقراها زي المعلم بالظبط فاكوتي ب سجلها لي، سجل. فعبيد، فعبيد، فعبيد. فافو، فافو، ايوه فافو، اتنين فا، ايوه اتنين فا. فافو هيما، فافو هيما، فافو هيما. فاسوجي. على المشاهدة، إن أعجبك الفيديو سجل إعجابك ولا تبخل باقتراحاتك للفيديوهات القادمة، كما لا تنسى الاشتراك في القناة لتصلك فيديوهاتنا اليومية.